تحت عنوان أهلا رمضان، انطلقت فعاليات مهرجان التسوق في مدينة البيرة بتنظيم من مؤسسة الناشر للإعلان وبالتعاون مع جمعية حماية المستهلك. قبيل رمضان احنا عنا احساس انه المستهلك بحاجة ليمون، واللي بده يمون بده يجي تحت سقف واحد يلاقي منتجات عديدة من المواد الغذائية وغير الغذائية، مع انه في تركيز على المواد الغذائية لانه رمضان ما مطلوبة فيه، عشان يتمون منها لطول الشهر باسعار كتير منافسة ومناسبة. المنتج الفلسطيني اولا، والمنتج المستورد الى السوق الفلسطيني مباشرة اولا وثانيا وثالثا. المفروض احنا نفكر 100 مرة انه ناكل من مما نزرع، حتى لو بنضطر بعض العناصر ما ناكلهاش، او حتى لو بنضطر بعض العناصر ما نشربهاش او ما نلبسهاش، نروح للمنتج الفلسطيني لانه هذا اللي بيخدمنا على المدى القصير والمدى الطويل. ويهدف المهرجان إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن المواطن، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المنتج الوطني في السوق المحلي. نتحدث عن مهرجان للتسوق، النسبة الأعظم من الشركات أو المنتوجات المعروضة هي منتوجات فلسطينية بمدخلاتها الكاملة فلسطينية، وهذا يعزز السياسة الحكومية التي تقول بضرورة دعم المنتج الوطني، ضرورة تعزيز القدرة التنافسية، ضرورة توفير البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمارات لتعزيز العملية التنموية بشكل عام في فلسطين. رسالتنا إلى المستهلك الفلسطيني أن يتوجه في استهلاكه نحو المنتج الوطني، لأنه من خلال هذه السياسة نستطيع أن نواجه سياسات الاحتلال التي تهدف إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. واحتضن المهرجان عددا من المنتجات الغذائية والصناعية وبعضا من الحرف اليدوية والتراثية بمشاركة جمعيات تعاونية وأهلية. طبعا احنا حبينا نشارك بمهرجان التسوق لليوم على اساس انه احنا نعرض منتوجاتنا ونعرف المجتمع اللي برام الله والشركات اللي شاركت بالمهرجان على منتوجات جمعية جلبون التعاونية، على اساس انه يبقى في حلقة تواصل ووصل بيننا وبينهم، واذا في مجال انه احنا نفتح قنوات تسويق معهم. إياد الرفاعي لتلفزيون وطن، رام الله.